انت وش جابك هنا؟ وليه مستغرب؟ شلون ليه مستغرب؟ لاني ما توقعت اشوفك. ليش طيب؟ شلون ليه؟ جاك زهايمر يعني ونسيت؟ لا ما نسيت. وبعدين رياكشن الصدمة هذا اللي اشوفه قدامي والشلل النصفي لو بعد حركة الكوع هذه يوم شفتني، علشان توقعت تشوفني ولا ما تبي تشوفني؟ طلول؟ ولد عميني؟ هلا. والله اشتقنا لأيامك. تسلم. قم وقع لي على هذه. وهذه وش بعد؟ أنا ما صدقت ألقاكم مجتمعين عشان أخليك توقع هالورقة اللي أعين فيها طلال المستشار التنفيذي للشركة. والمستشار التنفيذي هذا وش مهامه؟ بسيطة. مهامه الوحيدة إن له صلاحيات يصدق كل القرارات اللي أنت تطلعها، وبيده طبعاً يقبلها أو يرفضها.